دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعرابي يعوده مريض. قال له: كيف تجدك؟ طهور إن شاء الله. المرض فيه جانب مظلم وجانب مشرق، فيه جانب مظلم بشدة الآلام، وفيه جانب مشرق بالأجر والخير وتكفير السيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه غطى الجانب المظلم ولم يتحدث عنه، وتكلم عن الجانب المشرق في المرض، وقال له: طهور إن شاء الله، يعني أبشرك أن هذا المرض سيطهرك من ذنوبك، فافرح واستبشر ولا تحزن بسببه، وإذا أصابك الألم فتذكر تكفير الذنوب لتفرح ويخف عنك ألمك. قال له: طهور إن شاء الله. وإذا بالرجل مع شدة المرض ينظر نظرة متشائمة ويقول: طهور؟ قلت طهور؟ بل هي حمى تفور. تفور يعني تزداد شيئا فشيئا، لن تتوقف على ما وصلت إليه، لا، بل هي كالنار التي لا تزال تسري وتأكل. قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قمة التشاؤم، بل هو مرض يزداد علي وأنا لن أتحمله لأني شيخ كبير وسيكون منتهي إلى القبر، وإذا به يعيش مع مرضه بهذه النفسية. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم، إذا ما دام أنك تختار لنفسك هذا وتشتاق إليه، وما دام أن هذا هو الطريق الذي ترسمه لنفسك ولا ترضى أن يرسم لك أي طريق آخر، فنعم إذا. قالوا: فمات الرجل في مرضه.